السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس وما درس جديد للصف الخامس ابتدائي بعنوان العلاقات في الأنظمة البيئية، لماذا تتنافس المخلوقات الحية وكيف تتجنب المخلوقات الحية التنافس. سيقدمه محدثكم تامر المطرفي، فأهلا وسهلا بكم جميعا. سنتعلم اليوم مفهوم النظام البيئي وأيضا المقصود بالعامل المحدد والجماعة الحيوية والسعة التحملية والفرق بين الموطن والإطار البيئي. سنتعلم من خلال هذه المفاهيم في درسنا اليوم بإذن الله تعالى. لنبدأ هذا الدرس بداية، يوجد في هذه الصورة يا أولادي النمر والأسد، بينهما مواجهة. ما سر هذه المواجهة يا أولادي؟ يتغذون على هذا الحيوان، ما سر هذه المواجهة؟ كل منهما يريد السيطرة على مأوى، على المكان. ولذلك لنرى هذا المقطع، لاحظوا معي هذا المقطع، شوف الآن في هذه الصورة وهذا المقطع وهذا النمر ماذا يفعل؟ الآن هنا في هذه الصورة الغزلان تتغذى على الأعشاب، بدأ الهجوم من النمر على هذه المخلوقات الحية الغزال. ماذا يريد منها يا أولادي؟ ماذا يريد من هذه من هذا الغزال؟ يريد أن يتغذى عليه، يريد أن يتغذى عليه. طيب لاحظوا معي في الصورة، لاحظوا الآن بدأ وسيطر على فريسته. هذا الشيء يا أولادي يسمى تنافس وتنازع المخلوقات الحية على الماء، على الغذاء، على المأوى. فكلمة تنازع يعني تنافس، تتنافس على هذا المكان حتى تتغذى وحتى تجد لها مأوى. فهذا يسمى تنافس بين المخلوقات الحية حتى تستمر وتبقى هذه المخلوقات الحية قيد الحياة. نلاحظ الآن في هذا المقطع نظام بيئي ما بين الغزلان التي تتغذى على الأعشاب وأيضا النمور التي تتغذى على الغزلان، على المخلوقات الحية الأخرى. هذا يسمى بالنظام البيئي. ما المقصود يا أستاذ بالنظام البيئي؟ لاحظوا معي في الصورة يا أولادي، لاحظوا معي في هذه الصورة، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ لاحظوا هنا يوجد ماذا؟ نمر، يوجد طيور، يوجد تمساح، ثعبان، غزال، ذئب، أسد. هذه كلها يسمونها يا أولادي مخلوقات حية، تسمى بالمخلوقات الحية. لاحظوا معي هذه الآن اللي ذكرناها بالمخلوقات الحية. طيب التربة، الصحراء، هذه الماء، الأعشاب، هذه كلها تسمى بالأشياء الغير حية. الماء هنا أيضا الساقط من السحب، الشمس، ضوء الشمس، كلها تسمى أشياء غير حية. إذا اجتمعت المخلوقات الحية مثل النمر، مثل التمساح، مع أشياء غير حية مثل ضوء الشمس، التربة، الماء، يصبح نظام بيئي. يتشكل هنا النظام البيئي. فالنظام البيئي يا أولادي كتعريف له
هو عبارة عن تشكل من المخلوقات الحية مثل الأسد والنمر والأشياء الغير حية مثل التربة وضوء الشمس وتفاعلها في نظام وفي بيئة معينة، هذا يسمى بالنظام البيئي. طيب هذا النظام البيئي أولادي له عوامل، له عوامل لا حيوية. لاحظوا معي كلمة العوامل اللا حيوية. العوامل اللا حيوية هي الأشياء الغير حية. مثل إيش أخذنا في الصورة اللي قبل أشياء غير حية أولادي؟ مثل إيش أخذنا أشياء غير حية في الصورة؟ مثل التربة، الصحراء، مثل هنا في الصورة الآن ماذا يوجد؟ شمس، حرارة، ماء، صخور، كلها أشياء غير حية. الأشياء غير الحية هي العوامل اللا حيوية. العوامل اللا حيوية هي الأشياء الغير حية. أما يا أولادي العوامل الحيوية فهي عبارة عن المخلوقات الحية، فهي عبارة عن ماذا؟ المخلوقات الحية. مثل ماذا هنا في الصورة؟ النباتات، الدلوفين، الدب، الثعبان، كل هذه تسمى ماذا؟ مخلوقات حية. إذن المخلوقات الحية هي ماذا؟ الحيوانات والنباتات، هذه نطلق عليها عوامل حيوية. إذن كلمة عامل حيوي هي عبارة عن مخلوقات ماذا؟ حية. فإذن النظام البيئي يحتوي على عوامل حيوية وعوامل لا حيوية. طيب كلمة التنافس، قلنا كلمة التنافس هي تنازع المخلوقات الحية باستمرار على العوامل المحددة. لاحظوا معي في الصورة يا أولادي الأولى اللي فوق، هذه الآن المخلوقات مجتمعة حول ماذا؟ هذه المخلوقات الكثيرة مجتمعة حول ماذا؟ مجتمعة حول الماء. مجتمعة حول ماذا؟ الماء. هنا الماء يعتبر عامل محدد، يسمونه عامل محدد أو العوامل المحددة، منها ماذا؟ الماء. طيب هنا لاحظوا معي بين النمرين قاعدين يأكلون إيش؟ يتغذون على مخلوق حي. إذن هنا يسمى تنافس على الغذاء، في الصورة هذه تسمى تنافس على الغذاء. طيب هنا أسد وأسد يتنافسون على ماذا في هذا المكان؟ يتنافسون على المأوى، على المكان الموجود هذا. كل واحد يريد منهما أن يسيطر على هذا المكان حتى يتغذى ويأخذ راحته في هذا المكان. فإذن هذا يسمى بماذا؟ تنافس. التنافس هو عبارة عن ماذا؟ تنازع المخلوقات الحية باستمرار على العوامل المحددة بحيث تبقى على قيد الحياة. طيب يا أولادي إذن ما هو العامل المحدد؟ ما هو العامل المحدد؟ هو أي عنصر يتحكم في معدل نمو. كلمة نمو يعني إما زيادة أو نقصان للمخلوقات الحية، للجماعة الحيوية اللي هي المخلوقات الحية. لاحظوا معي في هذه الصورة يا أولاد، هذا الآن يوجد اللي هو الغزلان، ويوجد هنا الأعشاب، ويوجد ماذا؟ الأعشاب. الآن هذه بيئة، بيئة معينة. هذه البيئة يا أولادي، هذه البيئة فيها عامل محدد جعل الغزلان تزداد تصير زيادة. ما هو العامل المحدد اللي خلى الغزلان تصير زايدة يا أولادي في هذه الصورة؟ اللي هي ماذا؟ وجود الأعشاب. العامل المحدد هنا اللي هو ماذا؟ وجود الأعشاب. إذن أي عنصر يتحكم في معدل نمو الجماعات الحيوية نطلق عليه بالعامل المحدد. طيب أستاذ لو قلت، لاحظوا معي إيش صار فيها هنا؟ كم أصبحوا؟ هنا 7، هنا أصبحوا 3. ماذا حصل؟ ماذا حصل هنا؟ تغيرت
أو تغير العامل المحدد، تغير العامل المحدد من أعشاب وأصبح في فصل الشتاء ثلوج، أصبح في فصل الشتاء ماذا؟ ثلوج. فبالتالي تقل هذه الجماعات الحيوية، تقل هذه الغزلان في هذا المكان. فكلمة العامل المحدد وأي عنصر يتحكم في معدل نمو الجماعات الحيوية. طيب، نأخذ هذا التقويم: النظام البيئي يتشكل من العوامل الحيوية وغير الحيوية وتفاعلاتها معا في بيئة معينة. صح أو خطأ يا أولادي؟ النظام يتشكل من العوامل الحيوية وغير الحيوية وتفاعلاتها معا. ها يا أولادي، ما المقصود بكلمة النظام البيئي؟ تتذكرون عوامل قلنا حيوية وغير حيوية، صح أو خطأ؟ ها يا أولادي، صح أو خطأ؟ الجواب، الجواب ماذا؟ الجواب صحيح. إذن الجواب ماذا؟ الجواب هنا صحيح. إذن يتشكل من عوامل حيوية وغير حيوية. طيب يا أولادي، لاحظوا معي في هذه الصورة، لاحظوا معي في هذه الصورة، يوجد النمور في هذه الصورة ونطلق عليها الجماعة الحيوية، نطلق عليها الجماعة الحيوية. لاحظوا معي هنا الحمار الوحشي مجتمعة مع بعض، الحمار الوحشي مجتمعة مع بعض نطلق عليه جماعة حيوية. الأسود أيضا مجتمعة مع بعض نطلق عليها جماعة حيوية. أيضا الغزلان مجتمعة مع بعض نطلق عليها جماعة حيوية. إذن الجماعة الحيوية هي جميع أفراد النوع الواحد التي تعيش في نظام بي، التي تعيش في نظام بي. إذن مقصود بكلمة جماعة حيوية جميع أفراد النوع الواحد، هذا نوع واحد وهذا نوع واحد وهذا نوع واحد وهذا أيضا نوع واحد. إذن هذا المقصود بكلمة الجماعة الحيوية. ماذا يحدث لأعداد هذه الجماعات الحيوية في فصل الشتاء؟ الآن هم في فصل الصيف يأكلون الأعشاب ووجود الأمطار، طيب إذا أتى فصل الشتاء ماذا يحدث لها؟ هاي أولادي، تبدأ ماذا؟ تبدأ تقل، تبدأ تقل هذه الجماعات الحيوية في ماذا؟ في فصل الشتاء. إذن هذا المقصود بكلمة الجماعة الحيوية. إذن العامل المحدد، العامل المحدد يحدد وجود العوامل اللا حيوية والعوامل الحيوية. قلنا أن العوامل الحيوية مثل المخلوقات الحية، والعوامل اللا حيوية مثل ماذا؟ مثل التربة. لاحظوا معي درجات الحرارة، ضوء الشمس، الماء، المأوى، كل هذه أطلقنا عليها عوامل لا حيوية، أطلقنا عليها عوامل لا حيوية. طيب، من العوامل المحددة اللا حيوية الماء، الحيوانات، النباتات. هاي أولادي، من العوامل المحددة اللا حيوية هي الماء، الحيوانات، النباتات. هاي أولادي، إيش تختارون؟ نختار ماذا؟ الماء. ممتازين، الجواب الماء والتربة ودرجة الحرارة، كلها عوامل لا حيوية. طيب يا أولادي، كيف تتجنب المخلوقات التنافس بينهما؟ كيف تتجنب هذه المخلوقات؟ بداية، ما دور العوامل الحيوية وغير الحيوية في النظام البيئي للجماعات الحيوية؟ يعني هذه العوامل الحيوية والغير حيوية في هذا النظام هناك دور يقوم فيه، أو عامل محدد يقوم فيه على الزيادة والنقصان، وهي تسمى يا أولادي بالسعة
التحملية، يسمونها السعة التحملية. كيف يعني يا أستاذ المقصود بكلمة سعة تحملية؟ اشرح لنا كلمة سعة تحملية. لاحظوا معي الآن في هذه الصورة، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ ماذا يوجد في هذه الصورة يا أولادي؟ يوجد ماء، وحول الماء يوجد فيلة، الفيل. هذا الفيل يعتبر، هذه الجماعة تعتبر جماعة حيوية. الماء هنا في هذه الصورة يا أولادي يكفي لهذه الجماعة، يكفي لهذه الجماعة هذا الماء. ولذلك كلمة السعة التحملية هي الحجم الأقصى من الجماعات التي يدعمهما النظام البيئي، هي الحجم الأقصى من الجماعات التي يدعمها النظام البيئي. يعني هذا الماء يكفي لهذه الفيلة. طيب يا أستاذ لو جو فيلة أخرى إيش يصبح في الماء؟ ماذا يحدث للماء؟ ها يا أولادي لو أتت فيلة أخرى ماذا يحدث لهذا الماء؟ ها يبدأ يقل، يبدأ ماذا؟ يقل. فإذا زاد عددها أصبح من الصعب عليها الحصول على الماء وأيضا على الغذاء، مما يؤدي إلى موت بعضها. ولذلك السعة التحملية إنها ما تستطيع أنها تتحمل عدد أكبر زيادة، فقط اللي في هذه الصورة يكفيها الماء. إذا جاء فيلة أخرى لا تستطيع أن تعيش حتى تحصل على الماء. إذا هذه الكمية تسمى كمية الماء الموجودة لهذه الفيلة بالسعة التحملية، بالسعة التحملية. طيب ما المقصود بكلمة الموطن؟ لاحظوا معي، هذه البطريق يعيش في هذا المكان، الفيل يعيش في هذا المكان، الأسماك تعيش في هذا المكان. ما المقصود بالموطن؟ الموطن يا أستاذي هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويحصل منه على الغذاء. إذن هذا المكان للبطريق، وهذا مكان الفيلة، وهذا مكان الأسماك، وأيضا الجمل. الجمل فين مكانه يا أولاد؟ ما هو موطنه؟ الصحراء. ولذلك هذا يعتبر موطن للجمل، وهو المكان الذي يعيش فيه هذا المخلوق الحي. إذن هذا المقصود بكلمة الموطن. طيب ما المقصود بكلمة الإطار البيئي؟ مصطلح اسمه الإطار البيئي. الإطار البيئي أولادي هو الدور الذي يؤديه المخلوق الحي في النظام البيئي. في النظام البيئي يعني في مخلوقات حية وفي مخلوقات غير أو أشياء غير حية، هناك دور، كل مخلوق حي يؤدي دور. فمثلا الأرنب هنا يتغذى على الأعشاب، والصقر هنا يتغذى على الأرنب، كل منهما يقوم بدور في هذا النظام البيئي. نشوف في الصورة أيضا، لاحظوا معي هذا الآن الخفاش في الليل، لاحظوا معي القمر في الليل، وهنا هذا الطير أيضا في النهار، كل منهما له نفس الغذاء، يتغذون على نفس الغذاء، غذاؤهما واحد، ويأكلان الغذاء اللي هو نفسه واحد، ويعيشان في موطن واحد، بس هذا في الليل وهذا ماذا؟ في النهار، لكن لكل منهما إطار بيئي يقوم أو تقوم به هذه المخلوقات. لاحظوا معي أيضا في هذه الصورة، هذا أيضا إطار بيئي، يمتص الرحيق هذا الطير من الأزهار، من أزهار قمم الأشجار، إذن يقوم بدور هذا الطير. أيضا عندي هنا يلتقط هذا العصفور بمنقاره الحشرات أسفل لحاء الأشجار، أيضا يقوم بدور في هذا النظام البيئي. أيضا هذا الطير يلتقط الحشرات واليرقات من خلال الأغصان العالية، فأيضا يقوم بدور بيئي في النظام البيئي. إذن كل منهما يقوم بنظام بيئي محدد.
هذا بالنسبة لكلمة الإطار البيئي. العوامل الحيوية وغير الحيوية في النظام البيئي للجماعات الحيوية تحدد ماذا؟ هل يحددها الموطن أو السعة التحملية أو التربة؟ يا أولادي، العوامل الحيوية وغير الحيوية في النظام البيئي للجماعات الحيوية تحدد ماذا؟ الموطن أو السعة التحملية أو التربة؟ إذن الجواب السعة التحملية. ممتازين، اللي هو السعة التحملية. طيب يا أستاذ، نأخذ الآن هذا التقويم. عندي هنا يا أولادي 4 مصطلحات: العامل المحدد، جماعة حيوية، وثالثا الموطن. طيب العامل المحدد ما هو تعريفه؟ ما المقصود فيه يا أولادي؟ ما المقصود فيه؟ يا أولاد، هو أي عنصر يتحكم في معدل نمو الجماعات الحيوية، نطلق عليه ماذا؟ بالعامل المحدد. نطلق عليه بالعامل المحدد. طيب ما هي المقصود بكلمة جماعة حيوية؟ ما المقصود بكلمة جماعة حيوية يا أولادي؟ الجماعة الحيوية هي جميع أفراد النوع الواحد التي تعيش في نظام بيئي. هي جميع أفراد النوع الواحد التي تعيش في نظام بيئي. طيب ما المقصود بالموطن؟ ما المقصود بكلمة الموطن يا أولادي؟ ما المقصود بكلمة الموطن؟ الموطن هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحيوي ويحصل منه على الغذاء، مثل السمك لما يعيش في الماء، هذا يعتبر موطن للسمك. إذن هذا بالنسبة للاختيار. أخيرا طبعا الدور الذي يؤديه المخلوق الحي في النظام البيئي ذكرنا ما هو المقصود فيه. يا أولادي، هو عبارة عن الإطار البيئي. طيب تعلمنا إذن من خلال درسنا يا أولادي اليوم العلاقات في الأنظمة البيئية، لماذا تتنافس المخلوقات الحية من خلال النظام البيئي، وقلنا إن النظام البيئي عبارة عن مخلوقات حية وأشياء غير حية تعيش في بيئة معينة، وأيضا قلنا إن العامل المحدد لهذه الجماعات إنها عبارة عن عنصر يتحكم في معدل نمو هذه الجماعات إما بالزيادة أو بالنقصان، فإذا كان في الصيف فتصبح أعداد هذه الجماعات الحيوية أكثر، وإذا حصل في الشتاء فتقل هذه أو تقل نمو هذه الجماعات. بالنسبة للجماعة الحيوية ذكرنا إنها هي عبارة عن جميع أفراد النوع الواحد التي تعيش في نظام بيئي معين. والسعة التحملية قلنا المقصود فيها يا أولادي هي مجموعة من الجماعات، مثل السعة التحملية ذكرنا وهي أقصى عدد من أفراد الجماعة الحيوية، وذكرنا مثال من خلال درسنا على الفيلة عندما تعيش حول الماء، فإذا زاد الفيلة أكثر من الموجود فيصبح يصعب عليها العيش والحصول على الماء. ثم تحدثنا كيف تتجنب المخلوقات الحية التنافس من خلال الموطن، وقلنا إن الموطن هو عبارة عن المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويحصل منه على الغذاء، وأيضا تحدثنا عن الإطار البيئي، وقلنا إن الإطار البيئي هو الدور الذي يقوم فيه المخلوق الحي في موطن ومكان معين وحسب الظروف المناسبة، وسميناه بالإطار البيئي، مثل الطيور عندما تتغذى على الرحيق للأزهار. هذا بالنسبة لما تعلمناه في درسنا اليوم. مراجع هذا الدرس هو كتاب العلوم 5 ابتدائي في منهج العبيكان، وفي موقع العبيكان تجدون هذا المرجع، وأيضا للتواصل ولمزيد من الدروس عبر موقع عين،
وعبر حسابنا في التويتر، وأيضا عبر الرقم الموجود أمامكم. هذا والله أعلم، وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.